أنا الهنوف المبيضيين، عمري 20 سنة، طالبة إنتاج نباتي في جامعة موتا. بكتب من أنا صغيرة، بس بلشت قصص يوميات مكسوفة الرقبة تقريبا من 1.5 سنة. كانت أول قصة إلي كتجربة باللهجة الكركية، شفت الناس حبت اللهجة الكركية لدرجة إنه صاروا يبعثوا لي بدهم يتعلموا، في بعض كلمات مو فاهمينها وبدهم يتعلموا، وكثير إقبال عليها. طلعت معي فكرة إنه أكمل القصص كسلسلة ويوميات مكسوفة الرقبة. شفت تفاعل الناس، صارت تتابعني، الأصدقاء يحبوا القصص. لما شفت الناس تنبسط فيها يبعثوا لي إنه القصة بتشيل الهم عن القلب، لما يكونوا متضايقين، لما يكونوا زعلانين بقرأوا القصة طبعا. وكنت محافظة ومصممة إنه يكون باللهجة الكركية لأنها لهجتي، وبعتز وبفتخر فيها، وشفت الناس كثير حبتها. الكتابة ما بتقتصر عندي على العامية أو يوميات مكسوفة الرقبة، لا، بكتب في الفصحى. وبالإضافة إلى أن عندي 3 نصوص في 3 كتب، هي كانت مسابقات لأكثر من كاتب من داخل وخارج الأردن.